النهارده كل سنه وانتم طيبين. 12 طوبه اللي زي ما جدودنا بيقولوا، 12 طوبه اللي بيخلي الشابه كركوبه. والنهارده كمان عيد الغطاس، يعني هنتوقع ان هيبقى فيه امطار. احنا عارفين ان عيد الغطاس دايما بنلاقي فيه مظاهر كده احتفاليه بتبقى موجوده وعادات مصريه قديمه. المصريين بصفه عامه بياكلوا القلقاس وبياكلوا قصب السكر، يعني علشان يبقى السنه حلوه وفيها حاجه مسكره، بالاضافه بقى للعادات المصريه انهم ياكلوا كمان برتقان ويستفندي عشان الفيتامين سي، وان هي دي الفواكه اللي بتبقى موجوده في الفتره دي وبتبقى اسعارها في متناول الجميع. فدي عادات مصريه احنا هنبقى بنحافظ عليها، وطبعا متوقعين ان يبقى النهارده في امطار علشان تبقى سنه كلها خير ورزق ان شاء الله. خلينا بقى نستعرض مع حضراتكم جوله في احوال الطقس كما تقول هيئه الارصاد الجويه. النهارده هيكون في انخفاض في درجات الحراره، والطقس هيكون بارد على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الساحل الشمالية وشمال الصعيد. والنهاردة هيكون في أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وكمان أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 15، أعلى درجة هتكون في شلاتين 23 درجة، وأقل درجة هتكون في كاترين 6 درجات. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل، لكن خلينا على طول نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبتدي مع بعض جولتنا من محافظة القاهرة. النفق الأزهر هنشوف فيه كثافات بسيطة في حركة المرور للي جاي من صلاح سالم لميدان الأوبرا والعكس كمان، وفي نفس الوقت هنلاقي بعض الكثافات أعلى كوبري أكتوبر للي جاي من رمسيس وغمرة ولغاية مدينة نصر من مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس. هنلاقي بتظهر كثافات متحركه بالمسطح الارضي وشارع رمسيس وصولا لغمره والعباسيه ومطالع ومنازل كوبري اكتوبر. اعلى الاوتوستراد متوقع ان احنا نلاقي بعض الكثافات المروريه اللي هتزيد بعد شويه للجاي من مناطق حلوان للمعادي والمقطم. هنلاقي كمان بعض الكثافات البسيطه للمتجه من منطقه بين الجبلين ولغايه ما بنوصل لمنطقه 15 مايو بسبب زياده سرعه او زياده سير السيارات النقل. وهنلاقي كمان ان طريق القطاميه بيشهد كثافات مروريه بسيطه، لكن السيوله المروريه هتظهر طبعا عند منطقه زهراء المعادي مرورا بمنطقه صقر قريش مقارنه بالفتره اللي فاتت اللي كانت شديده الازدحام. عندنا كمان محور الشهيد هنلاقي فيه سيولة مرورية للي واصل للطريق الدائري. إجمالا النهاردة مفيش امتحانات للشهادات اللي بتمتحن، وأغلب سنوات النقل كمان ممكن تكون ما عندهاش دراسة، بالإضافة لأن مفيش امتحانات في الجامعات النهاردة، فهنلاقي سيولة مرورية سهلة إن شاء الله. ننتقل لشوارع الجيزة وتحديدا شارع السودان. احنا شايفين سيولة مرورية وهنفضل مكملين مع السيولة المرورية دي لغاية ما بنوصل لجامعة القاهرة تحديدا عند كلية الآثار. هنلاقي بعض الكثافات المرورية البسيطة وبعدها نكمل لغاية الدقي، هنلاقي هناك سيولة مرورية لغاية ما بنوصل لكوبري قصر النيل وميدان التحرير. هتظهر كثافات بعد كده على محور صفت اللبن المتجه للدائري واللي بيوصل لغاية شارع السودان، لكن الكثافات المرورية دي هنلاقيها متحركة. طبعا بننصح كبديل ان احنا نتوجه لمحور اعرابي للي جاي من الدائري ورايح المهندسين او الدقي. كمان عندنا محور اخر او عندنا طريق اخر بديل هو كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. هنلاقي كمان في بعض الكثافات اللي ممكن نلاقيها عند ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة. عايز أفكر حضراتكم إن مطلع الطريق الدائري اللي جاي من المنيب اتفتح من 3 أيام بعد كان مغلق لمدة 21 يوم، وده طبعا بيأثر على السيولة المرورية، وهنلاقي الموضوع أيسر بكتير من الفترة اللي فاتت. نكمل جولتنا المرورية، نروح بقى اسكندرية، وزي ما احنا عارفين وشايفين قدامنا هنلاقي بعض الكثافات البسيطة اللي موجودة في المنطقة المحيطة في كوبري انستالي. هنلاقي كمان كثافات متقطعة كده عند الإشارات بطول الكورنيش، أما الشوارع الجانبية هنلاقي فيها سيولة مرورية نسبية. لو بصينا بقى للطريق المؤدي للجامعة بيشهد كثافات مرورية بسيطة لكن بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وده وسط تواجد خدمات مرورية مكثفة عشان تسهل حركة سير الطريق ومنع التكدس في جميع الشوارع الرئيسية.
نروح أسوان ونتابع هناك الحركة المرورية. عادة أسوان ما بيكونش فيها أبدا كثافات مرورية. هنبتدي من شارع كورنيش النيل اللي بيشهد سيولة مرورية، هنكمل طول ما انت ماشي على طول، مش هنلاقي أي كثافات مرورية إلا بس قد نلاقي بعض الكثافات البسيطة جدا عند منطقة الفنادق. بعد التمركز ده هنلاقي الشارع بيشهد سيولة مرورية تامة. إجمالا النهاردة جو شتوي من الدرجة الأولى، نتوقع أن الجو يكون بارد وكمان بعض الأمطار، لكن الطرق مش هتتأثر إن شاء الله بالأمطار دي. كل سنة وحضراتكم طيبين. نرجع لحسام والجمانة نبتدي معاهم فقراتنا وأخبارنا. تفضلي حسام. تفضلي جمانة. شكرا كمان، شكرا جزيلا، وأكيد هنرجع لك مرة تانية على مدار الحلقة. شكرا. شكرا.